أقدم شكري خالصا بالأصالة عن نفسي وعن الأستاذ ممدوح جندي وعن الشاعر المتألق السيد اللواء طارق عباسي إلى العزيز الغالي الدكتور صلاح حبان، العزيز الغالي الدكتور مصطفى بهجت شفاك الله وعافاك، العزيز الغالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم الأزهر، العزيزة الغالية الدكتورة أمل سافوح مدير البنك الدم الإقليمي والمشتقات، العزيزة الغالية الدكتورة مروة دوبان، العزيز الغالي المهندس محمد الشال، العزيز الغالي السيد اللواء محمد الزفتاوي، العزيز الغالي فضيلتنا يعني الوحيد الملتحي في القعدة لك كل احترام حقيقة يعني أهلا وسهلا، العزيز الغالي السيناريست الكبير الأستاذ محمد خير الحلبي الذي أتى خصيصا من سوريا الشقيقة ومن حلب حبا في أخيه الشاعر اللواء طارق طبعا من دمشق ليس من حلب من دمشق طارق عباسي حبيبي حبيبي هذا الزلمي هذا الزلمي شو قويه والعباسيه العزيز الغالي الاستاذ ابراهيم مزروع رجل الاعمال اين القبطان القبطان حسن عمار نشكره على هذه السويعات التي امضاها معنا العزيز الغالي الذي يدخل من الباب حاليا وقد تشرفنا بخدماته في توزيع المشروبات وقد حلب وآل على نفسه وقال لي لن يقدم احد غيري فانا في شرف خدمه اخي اللواء طارق فلنحييه هذا هو الحب الحقيقي مش كده الحب الحقيقي بتاع محمد فؤاد لا هذا هو ده الحب الحقيقي طبعا السيد كمان اللواء البحري أشرف سرور الذي كان معنا وأمضى بيننا سويعات نقدم له الشكر في غيابه على قدومه ها هنا طبعا في جبال القرايب مهندس أحمد عباسي أهلا وسهلا أهلا وسهلا ده أكيد كده ابن أخوك صح ما هو مجيزه كده انا عارف ولادك ايوه بدل ما عباسي بنخش الاخوات رانا بقى لا لسه الاخوان ايه عباس اخته اهلا وسهلا طب والامير مالك عباس لا مالك مالك ايه مالك قلبي بالمعروف ايوه ابنها دول مالك ايه الاسم برج ده من هنا بقى البرج معروف لما تنسى على طول اهلا مالك ايه طبعا مدام مهرانا ما احنا قلنا رنا عباسي اخت ايه المهندس احمد منورين بعد كده السيده الفاضله مدام ريري المشاد مدامري مشاد طبعا اخت حبيبي واخويا وزميل مهنه وعمر الدكتور مين؟ ها؟ عبد الرحمن المشاد يعني اللي عايز يحجز حاجه عند الدكتور عبد الرحمن على طول اهو يعرف على طول السكه نيجي بقى للمهم بقى نيجي للمهم نيجي للمهم بقى مدام نهى طبعا الصواف حرم السيد اللواء طارق عباسي السيد الصحفي الاعلامي الكبير النزيه المتجرد المحترم محمد عوف بشكره برضه حضراتكم على تسجيله الرائع والتغطيه الصحفيه المتميزه للحفل الذي عقد لاخونا سامي الوكيل وكان افضل تغطيه صحفيه على الاطلاق كما العهد به دائما حقيقه يعني نيجي بقى للفنانه التشكيليه سالي فخري ابو شليم انا بس
مستغرب اني مش قاعده جنب باباها ازاي؟ مش عارف ازاي؟ حركه المكان ازاي؟ ده بيندفع فيك كتير قوي. اخي وحبيبي الاستاذ العاشق للثقافه والفن الاستاذ حسين الحلمي. ونيجي طبعا لاخويا وصديقي وحبيب العمر والادب والثقافه وكل ما هو رائع وجميل الاستاذ فخري ابو شليب الخاص والوالد. طبعا الاستاذ دكتور شريف سالم يعني نشكره وفي كليه العلوم اهلا وسهلا بيه منور. هو جه طبعا لما عرف ان انا بشكر الناس نفسه يعني احسن ايه؟ في حد بره في الصاله يا استاذ كريم؟ استاذ منصور اهو. هو الاستاذ مصطفى منصور سايبنا ليه؟ السجاير عامل عقد نادي ادبي بره. اه والله انا اولا بشكره طبعا اخونا العزيز الغالي والشاعر الكبير المثقف الاستاذ مصطفى منصور رئيس نادي ادب طنطا ورئيس النادي الرئيس الفرعي لقطاع غرب الدلتا الثقافي. الحقيقه انا عايز اقول له يعني وقد تستغربوا مشكور جدا لان انا مديون له. كان المفروض اروح له امبارح في اللقاء الاسبوعي لنادي الادب، كان عامل احتفاليه كبيره وكان دعانا لها يوم السبت الماضي، وكنت عديت العده لان انا طبعا اروح، ولكن يعني الحمد لله قد خصني ربي بصداع لا يمكن ان يتحمل. والحقيقه بدا من 5 ايام من يوم لقاء الاستاذ سامي واستمر وزاد. هو لا يعرف بعد ما اتصل بيه وقال لي ايه كل الحبايب موجودين هناك، قلت له من فضلك ما تقول لهمش ان انا تعبان، ولذلك ما عرفوش فعلا وكان امينا. اللي هو ما يعرفوش ان بعدها بساعه رحت المستشفى بالليل علشان يعني كان الموضوع زاد عن حده ان انا اخد علاج علشان ربنا يمكنني ان احضر اليوم ده لازم بكل الطرق والكباري. فالحمد لله ورجعت في وقت متاخر. عارف يا دكتور شريف رجعت في وقت متاخر، وبعدين النهارده طبعا صايم واخدت الدواء ونمت بعد الفطار على طول علشان اقدر يعني ايه ربنا يعني علشان اقدر اجي. اما قمت واجي لقيت يا دوبك دقائق جدا على بدايه اللقاء، قمت مسرع يعني ايه ربنا عني ان انا اقدر اجي في الوقت المظبوط، ولقيته متصل بيا بعد ما جيت هنا. فانا بشكره جدا جدا على هذه الاخلاق العظيمه والاخوه الغاليه، اشكرك قوي. والحمد لله قاعدين قدامك اهو بسبعه ارواح ونحمد الله يعني. واشكرك طبعا على مجيئك وحرصك على يعني هذا اللقاء العظيم، لانه جواك يعني زي ما بيقولوا بلت ان الشعر والثقافه. طبعا برضو لما سمعنا بنتكلم وبنحيي الناس السيد اللواء جه على طول، اللواء حسن اللواء وصل اهو، اللواء حسن عمار القبطان البحري جه اهو من بره. اهلا وسهلا سياده القبطان، اهلا وسهلا سياده القبطان. يا سلام ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ عايش الطعمر عايش الطعمر ده مش هي طبعا والله كل ادم سعد لهذا المكان في هذه الليله والناس صيام، والله تراب احذيتها على دماغنا من فوق والله. يعني اهلا بحضراتكم جميعا مهما قلنا عبرنا انا واخويا الاستاذ ممدوح واللواء طارق والدكتور، مش هنقدر نعبر عن شكرنا لحضراتكم انه فعلا اعطيتوا ثراء كبير جدا لهذه الليله. انا استاذن حضراتكم يعني بريك نقدر نشرب ونتناول فيه بعض الحلوى، وبعدين هنسمع حضراتكم جميعا باذن الله كل صديق 5 دقائق ان شاء الله من 3 لـ5 يعبر فيه عن شعوره هذه الليله. اخويا الدكتور حمدي شتا بيستاذن حضراتكم لانه مسافر مصر الان وجاي صد رد، فهو هياخد هناكله طبعا حاجه او نديله شنطه ياخدها معاه في العربيه سواء كده ولا كده. وطبعا بشكره قوي 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 على عناء السفر، وده مش غريب عليك يا دكتور حمدي، يعني ربنا يخليك ويحفظك، ودي الاخوه والاصاله الحقيقيه يعني.